فنفترض انت جالك حد اعجبت بيه جدا واعجب بيكي ويلا بينا اه وبدأنا نتكلم وكل حاجة، وبعد كده قال لك لا انا مش عايزك تشتغلي، عايزك تقعدي في البيت، مش عايزك تشتغلي ممثلة. عمري ما هوافق طبعا. انت ما انت بتحبيه ما هو لو بيحبني مش هيقول كده. بس خلاص انت حبيتيه وخلاص لا هو لو بيحبني مش هيتحكم التحكمات دي. هو لو بيحبني هيشوف ايه الحاجة اللي انا بحبها وينميها عندي، مش يقولي اقعدي. ما ممكن في رجالة بتعمل كده في الأول بقى تمام وكله كويس وخلاص لغاية ما يتمكن بقى وخلاص، اه لا انا وبعد كده يقولك لا انا أنا في ده لا اقول له باي باي مع الف سلامة، حتى لو كنت بتحبي حتى لو بموت فيه. ليه؟ عشان انت بتتحكم في حياتي، انت بتتحكم بالطريقه الغلط. يعني انت بتجبت عندي انا اقعد بمزاجي يا تامر، يعني انا اقعد بمزاجي اريح شويه بمزاجي احس ان انا لكن ما تغصبنيش على حاجه. انا عمري ما برضى بده، يعني عشان بحبك وعشان نتجوز ونبقى مع بعض فما مثلش تاني مثلا. لا انت المفروض، ما هو ده الحب المرض يعني، ده انا بشوفه، ده مش حب. ده يعني انت بتحب اي حاجه، اي حاجه تحب تركب عجل مثلا، اجيب لك عجلة، اشتري لك عجلة تركبها وتنمي ده، فاهم قصدي؟ يعني لكن ما تجيبيش ما عجلة عشان تحببني فيك وبعد كده تقولي لا العجلة خطر يعني مش عايزك ليه؟ ما هو تركبيها. انت عرفتني على ده، ليه اتحكم فيك؟ يعني ليه اقول لك بطل كورة، بطل لعب كورة؟ يعني ازاي اساسا؟ هي حاجة مش منطقية. في ناس حصلت مع ناس يعني كتير قوي يخش يقولك لا انا لبسك ده مش عاجبني، وهو دخل في الاول شافها كده وبتقول لبسها كده وصحابها كده، في كتير قوي رجاله ولاد لما بيصاحبوا ولا بيخطبوا يخطب واحده او كده لا 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 انا اصحابك دول مش عاجبني، طريقه لبسك دي مش عجباني، شغلك ده بطليه. بتحصل ناس كتير جدا شفتهاش قبل بتحصل، كده؟ عشان كده في طلاق كتير جدا. يعني ما هو ده، ما ايوه، لان هو فكره تحكمات. انت ليه اصلا داخل الجواز بفكره تحكم يا تامر؟ يعني هو ليه كده؟ يعني ما انا براحتي، انا حره، ليه تتحكم فيا؟ ليه تغيرني؟ هل يعني ممكن ليه؟ سارة تتجوز حد متجوز؟ هو ايه السؤال ده؟ لا طبعا، ما ينفعش خالص. لا طبعا. يعني أنا ممكن تحبيه برضه لو خبى عليك، ماشي هحبه، بس لو خبى يعني عليك وبعد كده خلاص بقى لو خلاص قربت خبى وكده عليا ان هو مجوز. خبى عليك انه متجوز وحبيتيه وخلاص بقى هنتجوز، وقال لك كده قبل ما يتجوزك مثلا بحاجة بسيطة، صار انا متجوز مثلا بس ما قدرتش وانفصل عن مراتي، و هتعملي ايه؟ لا لو مطلق مراته، لا يعني مطلق مراته الأولانية، لا لا منفصل يعني لا كده ما اقدرش اعمل او كده، طلع متجوز ما اقدرش اعمل كده. صعب دي كذبة. لا طبعا انا هقول ما له طلقني، تقدريش. هقول له طلقني. لا قبل مش اه بتكلم، قبل؟ لا مش هبقى ولو معاه اتجوزتيه كده وما تعرفيش هتقولي طلقني فعلا؟ طبعا. هو انت ده كذب عليا في مصيبة بيقول كبيرة لك انا جدا. بحبك كنت هترفضي فانا كنت بحبك. انا مش هقبل بده تماما، يعني انا مش هقبل بده تماما، واظلم صعب الست اللي مش ما عارفة. خلاص بقى طب ما ليه دي يعني؟ ما ما هو ليه من قلة الرجالة؟ يعني ليه؟ ليه؟